وإذا الجيش اللبناني ما راح يتحمل مسؤوليته بحماية اللبنانيين وبوضع حد لكل هذه الأنواع من التجاوزات بمعزل عن كل الاعتبارات الأخرى، بيكون هو كمان بدوره عم بيكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل له البلد. مشان هيك بنعرف نحن إنه عنا ضباط شرفاء وعنا جيش بنشوف حالنا فيه، بده يعرف هذا الجيش إنه ما في يكون عم بيحمي أو عم بيغطي أو عم بيستر على تنقل السلاح والذخائر على كامل الأراضي اللبنانية، تنقل المسلحين